الأرقام بتقلك. لرام بتقلك إنه بحسب دراسة بريطانية، شرب زجاجة بيض أسبوعياً بيحمل خطر مماثل عند الرجال لذلك الناجم عن تدخين 5 سجائر، وكان خطر شرب الكحول أعلى لدى النساء بسبب ارتباطه بسرطان الثدي يلي بشكل خطر على المرأة بنسبة 14%. ولرام بتقلك إنه كشف تقرير حديث إنه عدد نزلاء السجون بالعالم بيقترب من 11 مليون نزيل، وإنه 5 موجود بسجون الأمريكية أي حوالي 2 مليون سجين.